سمعت انك عم تسأل على غنية ما غنية. بتعرف مين اللي غناها؟ شو قصة هالغنية؟ لمين؟ يعني أول مرة بسمعها. لك قل لي مين اللي غناها؟ سجين معنا بالمهجة اسمه شاكر. وينه؟ وينه؟ وين شاكر؟ طلع ست شهور انحكم وطلع. متأكد؟ معلوم. ليك أبو سطيف لا بقى تسأل لا عنه ولا على الغنية. ليش؟ لأنه العيون مفتح عليك بالسجن. شو قصدك؟ بيسلم عليك الخال وبيقول لك ما تخاف هون مو داركك بدك تتحمل لك شوي. أنا خال؟ شو عندك؟ شو عندك ألف خال؟ أنا من طرف الخال. ركز ولا تفرش. إعلامة الفيديو هذا اللي سجلها بالبيت. وين وين شو قال لك شو؟ خلاص خلاص لا تسأل. كلفني لك هالكلمتين وبس. شلقت العالم علينا. تعش. هلا لحقتي هون للبولية. أنا آسفة. العالم شو بدها تحكي علينا؟ لك أنا ما بيهمني العالم. أنا بيهمني إنك أنت ما تكون زعلان مني. وحياتك بموت حالي. شادي. خلص بقى حلا. قلت لك بنحكي بعدين يلا. شادي لا تجنني. لا تخليني أعمل شيء ندم عليه أنا وياك. هلا بدك تسامحني. هيك؟ بهاي البساطة؟ لا. بالطريقة اللي بدك إياها. بس أنا قلبي رح يوقف. كل ما أحس إنك ممكن تنضربي بسببي. خلص بنحكي بكرة. بلكي بكون هديت شوي. خلاص حلا. قلت لك بنحكي بكرة. بعدين أنا عندي مشوار لازم روح. تأخرت. هي البوسة مشان تحنن قلبك علي من هون لبكرة. خلص امي ساويها انت للسلطه. هي طلبيه صغيره ما بدي روحها من ايدي. استغفر الله العظيم. طيب ما حكى هذا اللي اسمه ربيع؟ شو اجدب ليرجع يحكي؟ كل هالمصايب اللي شافها قال بده يحكي. طيب اسألي لاحمد. لك امي ليش بدك تحرجي الزلمه انت؟ خلص مبينه هرب. ما بده يفوت هالفوته كلها الزلمه. دبرها الله. طيب ليكي ريحي حالك شوي وتعي عملي السلطة وخلينا ناكل لقمة. خلص امي روحي انتي غسلي العبدة وبلشوا اكل. روحي يلا تيتي لحاني لحاني. شوف شو ساويت بحالك. تروك الطابة من ايدك اتركها. سعيد سعيد مشان الله هذا الموضوع كتير بكركبني وانتم مصرين تهيدوا تفتقوا فيه. لك والله اقول لك شيء، لو عرفانه بدك تحكي معي بهذا الموضوع ما كنت اجيت. عتاب المشاكل بتصير بين اي اثنين. يعني انا ما عم لاقي سبب مباشر للانفصال، بس فهميني. انت بتعرف اني بعد ما وصلت وطلبت الطلاق من ورد رجعت له. كرمال ميرا. وهو وعدني انه ما عاد ياثر شغله على البيت. بس بعد ما صارت الجرائم تبع آدم الزفت مدري شو صار له. صار حدا تاني. عتاب هذا الكلام كلياتنا بنعرفه. بس شو اللي وصلكم لهون؟ صار حدا مهووس. ورد صار حدا مهووس. بتعرف شو يعني مهووس؟ سعيد أنا صرت خاف منه. لو كنت مكاني بوقتها ما كنت رح تطلع فيني هيك. هلا ما يعطيك بدك تروح على المدرسه بالسياره. يلا ما عم لعبك. شوفي شوفي ما بدك تروح على المدرسه الخانو. لا ماما عندك مذاكره ليه؟ طيب ماما بابا بده ياخذني بسياره الشرطه. بكره بشدك طياره خاصه. يعني رفقاتي كلهم يخافوا مني ولا واحدة منهم عم تقدر تحكي معي. خلص حبيبتي فوتي لجوا انا هلا بلبس ووديك.
ليش عيطت عليها هيك؟ ايه وعيطت عليها؟ وين المشكلة؟ وين المصيبة؟ بنتك ما عم تفهم غير هيك. طيب شو رأيك هيك تقوم تريح شوي جوا، تخفى شوي هيك مشان تهدأ أعصابك، لأنه شكلك لسه مو نايم. لا أنا برأيي إني رح أدور على أوتيل روح نام فيه، لأنه شكلكم أنتوا عم تنزعجوا مني. ورد مو هيك قصدي، قصدي تريح حالك شوي لأنك كتير تعبان. ليك كيف عيونك صايرين؟ بكل الأحوال يعني لك فترة لا طايق هالبنت ولا طايقني. عليك ضغط فهمنا، بس اللي عم يصير ما نصحي لميرا. فترة أسلم لإلا قلنا فترة طويلة، البيت مراقب، ميرا مراقبة بالمدرسة، أنا كل فوتاتي وطلعاتي مراقبين. طيب وبعدين؟ عتاب بوس إيدك، بوس إيدك، اعفيني من هذا النقاش. يعني حياتنا ما نحمل نقاش؟ لا ما هيك قصدي، هلأ اعفيني من هذا النقاش، في مصيبة فوق راسي. تماماً، أنا طلعت من البيت كرمال هذا الحكي وما رجعت عليه غير لأنت وعدتني إنه عم تطلبيني مني انك رجعتي على بيت، ما شاء الله عليك. لا ابدا، بس يعني كمان بدي اياك تقدر شوي. شو بدي اقدر؟ ليش عم بعمل انا؟ فهميني. شو بصير اذا خفت عليكي انت وبنتك؟ كفرنا؟ مو المشكلة انك خايف علينا ورد. المشكلة باسلوبك، بطريقة تعاملك معنا بشكل عام يعني. فترة بتمر. فترة وبتمر. لك فترات كتار وطوال عم تقلي فترة وبتمر. أنا لأمتى ممكن ضلني هيك يعني؟ كل عمري مثلا؟ حاج ورد بقى، حاج. أنت اللي حاج بقى، ولا عم تحكي معي بهي الطريقة. عم تفهمي؟ اسمعي طلعي فيه، لا عم تحكي معي بهي الطريقة. ليش إذا حكيت معك بهي الطريقة شو ممكن تعمل؟ كتير كتير هيك كتير. معناتها تسمع لقلك من الآخر، إذا ما عم تعرف تحل مشاكلك بشغلك ما تجي تشغلك فينا. أوي تحكي بالطريقة هاي. أنا ما قصد أضايقك، أنت وعي وبتعرفي مصلحتك، بس أنا والله عم أحكي مشان هالطفلة ميرا. يعني مو صح تشوف أبوها بالقراءة وهي عم تكبر وتوعى. شو المطلوب مني هلا؟ اسمعي مني، خلينا نشوفوا بعض براحته. أنت كنت بعمر عتاب وبتعرفي قديش ضروري وجود أبوها طول الوقت جنبها. يعطيك العافية. هيا عمي هيا تفضل. حضرتك أبو محمود؟ نعم وصلت. أنا من طرف أحمد. هيا عرفتك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. وين فيني غير ثيابي؟ أهلا أستاذ يوسف. أيوة. لكن مين حضرتك؟ لقيت رقمك أختي، آخر رقم متصل فيه، قلت أدق لك. تعرفي أختي؟ إيه طبعاً بعرفه. خير صاير معه شيء؟ طلعوا معي جماعة وشكله مو قدران يسوق، تعبان كتير وعدم مؤاخذة استفغلي بالسيارة، وصلي ساعتين عم بفتل فيه. أنا هلأ هون بالمزة، وين روح فيه؟ شو أعمل؟ أنت قريبة علي. لا خليك عندك، خليك عندك، أنا بجي بتوصلنا على سيارته وأنا بوصله. دلني وين أنت بالضبط؟ أنا من طرف الخال، ركز ولا تفرش. إعلان الفيديو هذا مسجله بالبيت. ما في شيء. لا اللابتوب ولا الكاميرا ولا أي شيء.
الصبي منيح والله يخلي اولادك. انبسط كثير لما خبرته. اكيد داير بالي عليه. وصار خاتم باصبعي. بس تزعل منه بتخبرني فورا. صار. وصل. تأخرتي. وينها؟ نايمة. شوفي. بدي أحكي معك موضوع. قولي شوفي. رح روح شق عليها وراجعت لك. خليك إيه؟ يوسف انا. امي امي ما في شيء طول بالكم. شو بكم؟ مرحبا سماح، يعطيك العافيه. كيفك؟ انا بس بدي ثلاث دقائق بدل اوعيكي وبدل اوعي برجع لعندك. ريما ديري بالك عليها. هي خالتي. شو خالتي؟ والله ما بوشي، بس انتقل شوي بالشرب. شويه مي وملح من هلا بكره بصير منيح، او زهورات، اي شيء بدك اياه. مي وملح؟ ايه صحيح. انا سماح زميله يوسف بالشغل. دق لي شوفير التاكسي لانه لقى رقمي اخر رقم عند يوسف، فجبته لهون على البيت. انا عاصفه، ما تواخذيني، خوفتك يمكن. هدول مفاتيح السياره، صفيت له اياها اول الحاره. اذا بدك شيء او لزمك شيء معه رقمي. مشان الله ما تاخذيني، انا والله خجلانه منك كثير. لا لا ما تاكلي هم خالي، المهم تكونوا بخير. يلا بشوف وجهك على خير بخاطرك. الله معك حبيبتي، عذبناكي. ما صار شيء. قلت لك شادي قال لهم انه الوصفات المريضه كانت عندنا بالمستشفى، والشاب ما جاب سيرتي بالشيء ابدا. قال لهم انه هي الوصفه لامه كانت. ما صار شيء. لك انت بدك تفضحيني؟ لك يخرب بيتك على هالعمله يا بنت الكلب. وجعتني. لك بدي اذبحك لسه وخلص منك. لك عم تبيعي وصفات دواء للمشفى يا صرمانه. لك هي اول مره بيصير معي هيك. بالعاده بكون دايره بالي. خلص ما بقى حيدة، ما بقى حيدة. ليه اول مره؟ ليش قد سنك عم تشتغلي هالشغله وليه؟ صار لي سنه باخذ الوصفات من الدكاتره وببيعهم. السلسبيه والحشاشه؟ لك الله يوفقك، لك الله ياخذك ان شاء الله. لك ما فكرتي اذا واحد انكمش فيهم وقر عليكي؟ لك ما فكرتي شو رح يصير فينا؟ لك انا ما كنت بيعهم لحدا، بعطيهم لواحد هو بيتصرف فيهم. من هو هذا الواحد؟ مين اللي انكمش؟ هادي. لك هادي، لك الله لا يشبعك يا بنت الكلب، لك هاد أوسخ واحد بالحارة. لك خلصنا بقى، خلصنا بقى، لسه نازل بهدلة فيني؟ عجبتك عيشتي هي؟ لك إذا حتى بيوصلني على البيت بستحي قدامه، لا الأكل أكل ولا الشرب شرب، وأنت ما كنت عارف تتلحلح وتخلصنا من قصتنا اللي نحن فيها. لك ما حد فيك تنقبري تطولي بالك شوي. ملحق عليك، الحق علي أنا اللي خبرتك. لا والله، كتر خيرك، لا تخبريني. خليني اسمع من الشرطة لما بدها تيجي تقشك وتعملي لنا جرسة وتروحينا. هادي لو بده يحكي من وين جاب الوصفات كان حكى. قلت يا بنت الكلب هذا بيكون ساكت، يا اما مشان تضلي توردي له دواء، يا اما مشان يضلي قش منك مصاري. عم تفهمي ليش ساكت؟ معقولة يعملها؟ ملاك، هذا نازل من السماء، ابن عيلة وناس، لك تضربي بهالراس. هذا الخروف شادي شو حس عليك بشي؟ صدقك يعني؟ ما حس على شي، صدقني. قلت له ما بعرف انه جارتنا توفت، وانه شو بيعرفني انه الشاب عم يصرف الراشيتات ويبيعون. اسمحي لي، اسمحي، اي شي بيصير معك مرة تانية بتخبريني. عم تفهمي؟ وانا قسما بالله بطلع بروحك. لعن ابوكي بقبره وبصر معي عتيقة. هون اخي، هون تعال. انت خير؟ الله، انت كيف مشيت وجيت لهون؟ مشيت الله عني ومشيت. الله يخلي لي اياكي ويرحم بي اللي كان سبب مشيتك. الحمد لله حاسه حالي احسن بكثير. الحمد لله الحمد. شو هاد؟ بامية
قلت لحالي انت بتحبها ولازم فرحك، لك زمان عم تاكل من السوق. لك يا حبيبة قلبي انا بكون فرحان لما انت بتكوني مرتاحة ومنيحة. تعي تعي هلا 10 دقايق وانا بجيب لك الاكل لهنيك. امشي. شو هاد؟ تياب. مشان بكرة؟ ايه. الله يستر. هلا لا تفوتي لي بهذا الموال، خليه بكرة ترتيبه عند رب العالمين. امشي هلا ارتاحي، انا بجيب لك بعد شوي. لا 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 كل شيء تمام. أنا بحكيك هلا لأنه بكرة ما فيني ضل وراء. مضطر. أختي طول النهار بكرة عندها فحوصات ولازم ضل معها. لا 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 مو فاضي. قلت لك مضطر. بعدين صاحبنا لا عم يروح ولا عم يجي. يا لعند بنته على المركز يشوفها، يا على البيت يا على الوظيفة. بعدين شو حيصير بهالنهار يعني؟ ايه ايه فهمت عليك. ماشي هوني. الامر لك ابو عاصم. الو. ايوه يا اهلا وسهلا. ايه اكيد اكيد الله معك. وصلنا هاد الايميل، ورجيه على الاستاذ جبران. ماشي. تفضل. شركة الشحن جاهزين ورح يروحوا على المعمل. ايه ممتاز. هيدا الايميل وصلنا من الايوب جروب. إيميل شو؟ عم يتمنوا لنا التوفيق وعم يعرضوا تعاون بين شركتنا وشركاتهم. الأيوب جروب مش هاللي بيمتلكها سالم الأيوب؟ هي صح. أوف إمبراطورية هودي، ليش بدهم يتعاملوا مع شركة جديدة؟ بالطنشية. هذا شكله مدير تسويق، هلا حلو هي شركة جديدة، بكره بيعملوا لنا سعر أحسن من الشركات الباقية. بس مش لازم نخبر المدام ديالا؟ الإيميل وصلنا من مجلس الإدارة، هي اللي لازم تقرر. أنا حبيبتي أنت خبرتيني وأنا قررت ونقطة انتهى. ليكي تتواصلي مع مكتبي، في كم قضية عم يشوفوها المتدربين اللي أسمها رفعوا رأسهم، بس بدي إياها تحت عينك، ما بدي أخسر شغل مكتب نحتاجه. تكرم أستاذ. رنا نادي لي سمهر وأبو علي لو سمحتي. حاضر. خير؟ خير؟ انت بتعرفي اني ضربتي السيارة امبارح انت عم تصفي؟ ما بتعرفي تسوقي يعني؟ انا؟ ايه انت؟ عن جد؟ ليكي انا ما راح اخذ منك تصليح ولا راح اجيب سيارة لحدا، بس بشرط قولي لحدا شو صار معي انا امبارح. يعني كل واحد بيصلح حسابه؟ لك انا ما بعرف شو صار امبارح. عن جد انا اسف. ولا يهمك. امبارح كان يومك سيء. بتصير. كلنا بتصير معنا ظروف صعبة. يعني بيناتنا؟ اكيد بيناتنا. شباب بدنا نروح على المعمل منشان نشوف طريقة التحميل كيف مشان المرات الجاية. هلا يعني طبعا اكيد ضروري مشان ما يصير لا نقص ولا تلاعب بالبضاعة. حاولي شباب. رنا
بعتي هدول على الشركة المستوردة وهدول على المرفق. فيكي شي؟ لا ولا شي. اسمعي مني، لا تخلطي الأمور ببعضها، جبران ما نسهل أبدا. ولا الظاهر أنا اللي لازم قلك هذا الشي. قولي اللي بدك ياه. وصلتني نتائج العينات. طلع في تطابق بين العينات اللي أخذناها من المكان والعينات اللي أخذناها من جسد معتصم. طلع معي عينتين، واحدة بأرضية المعمل وواحدة بالكيس اللي وصلني، واحدة منهم لمعتصم البيك والتانية مجهولة ما بعرف لمين. طيب فينا نعرف؟ هلا إذا في عنا مشتبهين نقارن دمهم بالعينة، أما غير هيك فاعذرني مستحيل. طيب حكيم اسمعني، إذا عندك أنت عينتين دم بموقع الجريمة لمين بيكونوا؟ قصدك واحدة للقاتل وواحدة للقتيل؟ بالضبط هذا قصدي. إحنا لازم نعرف لمين هدول العينات، لازم نعرف ونعمل مقارنة لأنه هذا دليل. شوف لألك، بدنا مشتبهين ناخد منهم عينات دم. مشتبهين؟ عم فكر إذا هدول العينات لآدم عم نعرف كيف ممكن ناخد مثلا عينة من ابن يوسف ونعمل مقارنة. ليك برجع بحكي معك. شفتوا شلون شباب؟ هي هي القصة، بدكم تشوفوا وقع شي ضاع شي صار شي، هي هي سهلة. ماشي أستاذ. شغلة سهلة معلم. أستاذ ماشي. يا نديم. حاضر أستاذ. تفضل هاي الوراق، كل شي تمام. تمام أستاذ. أعطوا أرقامكم أنت وحامد للشباب، وإذا احتجتوا شي خبروهم. يعطيك العافية. سيد نديم، أبو علي سمهر، كلكم اسمعوني منيح، الله يرضى عليكم. على قد ما بتكونوا شغيلة وبضايات وقلب واحد، على قد ما رح تتدللوا بالشغل وبالأتعاب. اسمع سيد نديم، وهذا الحكي بتنقله للسيد حامد كمان، نحن جماعة شغلنا كثير ماشي، فبدنا الله يرضى عليك أمانة وشو كمان؟ وشطارة. برافو عليك، أمانة وشطارة، وأنا رح أكرمكم، رح أكرمكم كلياتكم. يلا تفضل على شغلك، الله يعطيك العافية. أستاذ يوسف طفي عندك، طفي. شو هاد يا أبو اليوس البركة، شو هالخطابات وحوافز كريم؟ يعني لسه ما شفت شي. امتى ما بدك بكتب لك خطاب من كعب الدست، فيك تطلع تقوله من فوق إذا بدك. يلا شغل، ما عنا وقت، شغل. الله يعطيكم العافية. شو صار معك يا نديم؟
هاي هني مزبوطين. ام عبدو الجمعه الجاي بدنا 150 بلوكه. تكرم عينك ابو ريد. يلا اودعناكم. مع السلامه. يلا امي الغدا جاهز. حاسين كثير اللي ببالي بالك، بس بنت مساكت ها غريبه. اي بشوس الله هداهم وحطوا عقلهم براسهم. هاي بعيده كثير كثير، في شيء مانو طبيعي، في شيء شاغلهم. خلصنا امي، كلي كلي. او هنا عوضك ما عصام. نعم معلم. هدول صاروا عند اهلك. على راسي معلم. الله حيا معلم. كيف الاوضاع؟ كله شكل اسلي ومن احسن ما يكون. موازين جوا؟ طبعا معلم. بدي كل شيء على الحبه. عيوني. الاوضاع برا؟ كله تمام. سليم والشباب حوالين الضيعه وحوالين المكان، لا تاكل هم. قلت لي قديش بدك تحول لاخوك؟ ولك جحش؟ جحش؟ قيم؟ ورصاصي قيم عيونك. هذا الجديد؟ ايه معلم هذا هو. تعال شلون؟ عند مين ها؟ عندي معلم. فهموك كل شيء؟ فهموني كل شيء معلم. إذا بسمع إنك بلبعت حبة بدي بلعك عيونك وراها. أمرك معلم. يلا روح. قديش قلت لي؟ يعني شي 30,000 يورو معلم. السنة إذا ما بيجيب الشهادة قابرك أنت وياه. على راسي معلم. ذكرني بمسا أعطيك إياها. الله حيولي معلم. شو؟ حبيتي المكان؟ إيه كثير رايق. أنت طالعة بتجنني اليوم ها؟ شعراتك، ثيابك، كلك. خلص لا تخجلني، مو متعودة. قال مو متعودة. يا ستي أنا لو شافك بالطريق وما بعرفك كنت رح لطشك وصفر لك. كأنه طليقك ما كانت غزال فيكي؟ خلينا نطلب مشان ما نتأخر. شكلها المزحة غليظة ما هيك؟ لا لا أنت ما دخلك، بس أنا هذا الموضوع صاير عم يضايقني شوي. عتاب طلعي فيني. طلعي فيني. شوفي أنا ما قصد ضايقك. أنا اللي فكرت فيه يعني صبية حلوة أمورة مثلك، مهندسة قد حالها قوية كرياتيف. يعني ما عم بفهم كيف ممكن يكون في شريك بالحياة ما يحاول يخليك تكوني مبسوطة ومرتاحة بحياتك، ما زبطة معي. خلصت رامز. عم أقول لك هذا الموضوع بيضايقني. يلا خلينا نسكر عليه. طيب خلص آسف بنسكر على السيرة. أطلب أنا تطلبي أنت شو بتحبي؟ تصرف. أوكي. متر. يعني تقولي كل عمرنا عم نشتغل بالاستيراد والتصدير كل شيء منيح باستثناء الاكس هازبند تبعك هذا اللي امه بتكرهه. ما معقول ما اغلظ وديالة، ما معقول حدا بجيب فته وفول وفقسي على المكتب. شيء بيرفع لي راتب سماح، شيء بيجمع لي الموظفين بيسلخهم خطبه. ماما هلا بدي اسالك، هو مسواقك ولا حدا طنبرك في طنبره؟ يعني خلص خلص جبران شو بك؟ ما في بتمك غير سيرته ليوسف. اذا هي المشاكل اللي عم يعملها بالشغل يا اخي تحمله، مو احسن ما يكون عم يعطلنا؟ ماشي. في شغلة تانية، في شركات عم تبعتنا إيميلات عشان نتعاون معها ونسوق لبضاعتها. ايه عادي، لسه كتير شركات بدها تبعت لنا لنسوق لبضاعتها، بيقولوا شركة جديدة وبيعطونا بسعر أقل. ايه أنا معاكي، بس هذا الشيء ما رح يمشي حاله. ليه؟ لأنه جماعتك اللي عم نتعامل معهم شغلهم كتير وما بدنا نتلبه. لك صحيح على السيرة، أنت متواصلة مع أيوب جروب شي؟ ليش عم تسأل؟ بعتين لي ايميل كمان بدهم يانا نتعاون معاهم، فقلت بتكوني متحركش فيهم او شيء. بس انا مالي مع ابدا ها. كمان ليه؟ اذا اشتغلنا لهم شغلهم كله رح ننضغط كتير، نحن مالنا قد لسه بكير دي على شبه. استاذ جبران انت جاي لهون حتى تسالني ولا بدك تخبرني؟ لانه قلبي حاسسني انه انت عامل ليستا عم تعطيني اياها هيك بالتقسيط. خير ان شاء الله سيدتي. انا بقدر عم شاورك بس مشاورة. ايه لك انا بتبعت لي الايميل كرمال اعمل له دراسة. بعدين يا فهمان نحن كتير بناسبنا يكون عندنا كفر مثل شركة الايو. ماشي رح ابعت لك الايميل وبندرسه. بدرسه. درسي شراب.
حاضر. قل لي مين اللي وصل لك؟ ايه؟ شبك؟ لقزتني؟ اخي قل لي مين اللي وصل لك حق امبارح؟ ما بعرف، لا تسألني. شلون ما بتعرف؟ قل لي محاميك حدك. شو شايفك خايف؟ مو قصة خايف، بس بدي أعرف. ايوه، وهيك ببلاش بأمن لك دخان قد ما بدك. ايوه هيك انت عيني. خيو اجتني برسالة. من مين؟ من مين ما بعرف، وصلنا على شوية أغراض من برا، حطوا لي اياها بالأغراض. يا رجل احكي حكي بيتصدق. اي والله معك حق، ما بيتصدق خيو. المرة الجاية رح فكر لك هيك بكذبة بتتصدق. لك بوس ايدك، بوس ايدك. لا بدفع لك قد ما بدك. بس انت عن جد جحش، جحش بالمرة. قلت لك لا تسألني يا أخي، لا تسألني، ما بعرف، عشان لا تسجن علينا. ايه مثل ما عم حاكيكي هيك. يا المطعم كله سمع صوتي. ايه ويسمع شو فيها؟ لا مو حلوة لهالدرجة. عادي، ما حدا له معنى أي شيء. سلم لي على أهلك، كثير ظراف. ليش حتى سلم لك عليهم؟ ليش ما بتفضي حالك شي يوم ومنطلع أنا وياكي منسلم عليهم سوا؟ ايه أكيد بتشرف. بتعرفي عيتا، يعني أنا صح ارتباطي قوي بعيلتي، بس أنا ما بتحمل أقعد بالضيعة أكثر من كم يوم. يعني بحس لا الناس بتشبهني ولا أنا بشبهها، ولا حتى الأماكن صارت مريحة بالنسبة لي. ايه طبيعي طبيعي، هو اختلاف البيئة والمحيط واختلاف الاهتمامات كمان بيلعب دور كتير كبير. مو بس هيك، يعني مثلاً بيسألوك كيفك؟ منيح، كيف الشغل؟ هلأ هنن بهمهم تقولن أنه الشغل منيح، أما تخوض معهم بالتفاصيل فما رح تستفاد شيء. أنت بوادي وهنن بوادي، ما في أي شيء مشترك بيني وبينهم. عمرك ما أوقعك. شو؟ ولا شيء ولا شيء. لا تطلع في واحد قاعد وراك لسه من أول ما قعدنا نازل على تغميزات وابتسامات. لا ولسه الوقح معه بنت. استحي بس لأنه ضحكت بصوت عالي. يعني مثلاً الشاب كيف يفكر إنه مثلاً هو بيقدر يعمل هدول الحركات وأنا ما فيي أعمل شيء؟ ليش ما بقوم هلأ وبدعس بنص بطنه هيك بنص بطنه؟ معقولة أنتِ؟ ما أنتِ بتعرفي إنه شباب البلد أغلبهم بيفكروا بهي الطريقة المتخلفة. خلاص لا تخليه يوترك، استرخي. يلا أنا إذنك رح أقوم على الحمام. براحتك. معلش اعطيك رقمي اذا ما ضايقك. رامز خلينا نمشي. خير خير شو بك؟ ما في شيء، هذا الوقح لحقني على باب الحمام ما شفته؟ لا والله ما شفته. عمل شيء؟ لا ما عمل شيء، يسترجي بس عرض يعطيني رقم تليفونه. اوه قوم قوم بلا ما تصير مشكلة. طيب شو رأيك؟ أنا بعرف مطعم قريب من هون وقعدته كثير رايقة. لا معلش شكرا، أنا بدي أروح على البيت. عتاب ما قعدنا مع بعض لسه شبك. يا رامز انا انتزع مزاجي، معلش بدي اروح على البيت، توصلني ولا باخذ تاكسي؟ طيب بس روقي لاطلب الحساب شبك. ناطرتك برا.